أثر مقطع فيديو نشره قياديون بجماعة الإخوان المسلمين المصرية جدلا كبيرا على المستوى غير المسبوق الذي وصلت إليه الخلافات بين شطري جماعة الإخوان، جبهة اسطنبول بقيادة محمود عزت وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد. وأشار محمد العقيد في مقطع الفيديو إلى ما سماها بخيانة قادة الجماعة لبعضهم البعض، كما أكد أن السلطات الأمنية السودانية سلمت 25 مطلوبا إخوانيا إلى مصر. يأتي هذا بعد أن كانت لجنة تفكيك نظام المخلوع البشير ماضية في تفكيك شبكات الاستثمار التابعة للإخوان المسلمين قبل أن يتم تجميدها بقرار من قائد الجيش السوداني في 25 من أكتوبر الماضي، عندما بدأت وضع يدها على ما لا يقل عن 12 شركة أسستها حركة حماس الفلسطينية في السودان خلال عهد الرئيس المخلوع عمر البشير. وفي السياق ذاته يقول الباحث في الشؤون الإفريقية عبد الله جرمة إن عناصر الإخوان المصرية التي تعمل في إفريقيا خصوصا في السودان والصومال لم تعد تعمل باستقلالية بعد سقوط نظام البشير والضغوط الداخلية والخارجية على حكومة الصومال. ويضيف جرمة لكيو بوست أن استثمارات الجماعة في إفريقيا غير معروفة بدقة بسبب دمجها في استثمارات تركية أو أنها مموهة بأسماء مستثمرين محليين منتمين إلى الجماعة نفسها. من جهتها وصفت الصحفية والباحثة في شؤون القرن الإفريقي الدكتورة آمنة عمر طبيعة عمل الجماعة في الاستثمار والسياسة بالأخطبوطية، إذ تتميز بتعدد الأذرع وتشابكها بحيث تتداخل مع الاستثمارات التركية الضخمة في إفريقيا والتي بلغ حجمها هذا العام 25 مليار دولار. وترجح عمر أن تبوء كل هذه الاستثمارات بفشل ذريع بسبب تقلب الأوضاع السياسية في إفريقيا كما يحدث الآن في السودان وإثيوبيا وكما حدث في مالي وغينيا من قبل.